كان أحد الأخوة يحضر معنا وقد سافر الآن، أبوه موظف، هو في الصباح موظف في وظيفة عامة، بعد الظهر كان يعمل موظفا في فندق. الرجل وجيه وله مكانة وعمره يعني ذو هيبة، فكان معاشه الوظيفي الصباحي مع معاشه الوظيفي المسائي ينفق على أسرته. الآن الفندق اعتذروا منه لشيء يخص الفندق، بحث عن عمل آخر، فأتيحت له فرصة عمل في مصرف ربوي. جاء لي يسألني يجوز؟ قلت لا، لا يجوز. قال أنا بس عندي أسرة 5 أشخاص. قلت لا يجوز، ابحث عن عمل آخر. بحث 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 ما وجد. يعني هو عمره وسنه كمان ما كل الوظائف تصلح له ولا هو يصلح لها. وكان يأتي إلي في كل شهر شهرين يقول يا أستاذ الأمر ضيق جدا، المدخرات يعني ها عم تقل، الزوجة يعني عم توفر بأقل أو بأكبر قدر ممكن، ما بيجوز، ابحث عن عمل آخر. وأذكر بأنه بقي 3 سنوات 4 سنوات ما قضي أمره. ابنه كان بكلية الطب، تخرج الابن، أتيح له اختصاص. بعد 2 سنين من الاختصاص بيته هذا الرجل في طابق أرضي، عنده حديقة، هذا الابن بده يفتح عيادة في اختصاص، وهن في حي بسيط، ما حي يعني في وسط البلد. استدانوا واقترضوا، حط لابنه بقلب الجنينة غرفة وفتح له باب مباشرة على الطريق. الابن بدأ العيادة، من أول أسبوع العيادة امتلأت بالزبائن، وهذا لا يكون، لا يكون لأشهر طبيب. لو معك 4 بوردات جاي فيهم على قلب البلد، أول جمعة بتفتح عيادة، أول شهر، أول شهرين، أول 4 أشهر، 6 أشهر، يعني من قريبه بيجوا قرايبينك وتبع ببلاش كمان. اي نعم، الرجل من أول أسبوع امتلأت عيادته، ما شاء الله الشهر الأول الثاني صار دخل للولد، يعني دخل عالي طبعا، والولد بار بأبيه يعني وبأسرته، فكان خلاص يعني بدأ هيك يساعد والده في النفقة على البيت. واستمر 1 سنة 2 3 ما شاء الله شهير جدا صار، والناس يأتون ويجري الله تعالى على يديه شفاء المرضى. جاء الابن إلي فرحان طاير عقله أنه هو الله عم يفتح عليه في الطب. قلت له بتعرف هذه ليست لك، هي مو لإلك، هي دفعة من دفعات القبض تبع أبوك، ما تفكر أنك أنت الشغلة كتير الخطيرة، بس الله عز وجل بده يقبض والدك، لأن والدك امتنع عن الحرام، عن الحرام وكاد أن يحترق، غير أن الله عز وجل أسعفه بك، وهي أول دفعة. سبحان الله استمر يعني فتح الله تعالى عليه، ثم أنه سافر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لطلب الحلال. يا أخوان مستحيل تطلبون الحلال والله عز وجل يمنعه عنكم أو يضيق عليكم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت تستطيع، تستطيع، بس خليك استمر، لكنك ستمتحن.